أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشهد الرياضي. دائما ما يكون برنامج المشهد الرياضي متواجد ضيف، من خلال الضيف نسلط الضوء على أمور كثيرة، لكن حلقة المشهد الرياضي لهذا اليوم مختلفة تماما، أمور كثيرة راح نتحدث بها من خلال حلقة اليوم. الملاعب راح نتحدث عن الوزارة، نتحدث عن الاتحاد، نتحدث عن اللجنة الأولمبية، ربما راح يكون حديثنا عن نادي الشرطة، هذا النادي الكبير بصراحة اللي بالآونة الأخيرة حدث لغط كبير من خلال عقود اللاعبين والمبالغ المالية اللي انصرفت لهم، يعني لاعبين أو ثلاث لاعبين ومدرب مليارين ونصف، يعني هاي المبالغ ما ممكن اليوم أنه تكون لبناء ملعب. اليوم رغم هاي المبالغ كلها ربما أو لا سامح الله ما حقق دوري هذا النادي. كيف سيكون الموقف لرئيس النادي، للإدارة، كيف راح يكون هذا للجمهور؟ لكن لو يتقول يعني بصراحة لو أكو ملعب أو يبنون ملعب، هذا الملعب اللي خرج الكثير من اللاعبين، لو يكون بناء ملعب للشرطة أعتقد والجمهور يعني أكيد يوافقني رأي أنه هو أفضل بكثير من هاي عقود اللاعبين. ربما بالسابق نادي الرشيد أيضا استقطب جميع أو خيرة لاعبي الأندية، وأصبح نادي الرشيد مكروه من قبل بعض الجماهير لأن اختار فقط اللاعبين المميزين أو اللاعبين السوبر، وهذا ما أعتقد ده يصير عليه نادي الشرطة. اليوم المبالغ والعقود لهاي اللاعبين، وبكل مركز أكثر من لاعب وأكثر من لاعبين وثلاثة، شلون راح يعني يكون التعامل معهم؟ لكن صفقتهم مع مدرب أجنبي مثل باكيتا ربما هي الأفضل، أنه نشاهد تواجد مدرب أجنبي بالعراق، هذا ينعكس بالإيجاب لإدارة نادي الشرطة. لكن أمور كثيرة اليوم نتحدث بيها، محاور عديدة اليوم نتحدث بيها من خلال هذه المحاور. منتخب الناشئين اللي وصل للهند بصراحة إلى مدينة كالكتا قبل أمس وخاض أول وحدة تدريبية، موفدنا أرشد الساعدي بصراحة وافانا بعدد كبير من المقاطع الاستطلاع والتصريحات. نروح نتابع ومن ثم نرجع نكمل حلقة المشهد الرياضي. رجعنا وياكم مشاهدين الكرام بعد هذا الاستطلاع اللي أبعث لنا الزميل أرشد الساعدي. شكرا لجهود الأخ أرشد الساعدي اللي وافينا من كالكتا من الهند عن كل ما يدور منتخب الناشئين. بصراحة نتمنى التوفيق لهذا المنتخب، وإحنا كإعلام اليوم ندعم هذا المنتخب، هاي التصفيات المهمة، هاي التصفيات اللي بها منتخبات ربما هي الأكبر على القارة. بصراحة نتمنى كل التوفيق للمنتخب الناشئين، ورح نكون إحنا داعمين وبكل حلقة المنتخب قحطان شتير ومنتخب الناشئين العراق. بصراحة نرجع المحور حلقتنا، كان ونوهنا انه يكون ضيفنا اليوم الحجي اياد بنيار رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة، لكن قبل البرنامج بساعة او ساعة ونص اتصل بينا لظرف خاص، وبصراحة حالته الصحية كانت كلش متدهورة، لكن الحجي عزيز وما ممكن انه اليوم يخلف بوعد او يعتذر من وراء برنامج او شيء، ما اعتقد هاي اخلاق حجي اياد بن ايان، الكل يحبه، الكل يعرف اخلاقه، اكيد صار ظرف، نتمنى المانع اللي منع حجي اياد بن ايان يكون خير، لكن ضيفنا المتواجد ضيف مميز راح يعوض لنا مكان اياد بن ايان، ايضا هو من الهيئه الاداريه لنادي الشرطه، رغم انه اجانا بوقت وتعب اليوم، لكن نشكر تواجده الاخ تحسين الياسري. حياك الله استاذ تحسين. حياك الله ومساء الخير عليك ومساء الخير على جميع مشاهدي قناه الديار، وقدم يعني التمس العذر منكم نيابه عن الحاج اياد بن ايان لظرف خارج عن الاراده وعكس صحيح. ان شاء الله يا ربي ما بي الا الشفاء العاجل. استاذ تحسين، انت تعرف اليوم الشارع الرياضي والوسط الرياضي والرياضيين كلها شغل الشاغل نادي الشرطة، التعاقدات والأموال والوضع اللي يمر به نادي الشرطة ربما بأحسن ظروفه، لكن ممكن تتحدث لنا عن هاي الأموال اللي دا يستقطب بها اللاعبين من أين؟ هل هي من حج اياد بن ايان، أم هي هاي الأموال من وزارة الداخلية، أم من أين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للاسف الشغل الشاغل يعني الى بعض الاعلاميين، يمكن لربما اليوم انا الصبح نزلت بوست على صفحتي الشخصيه على التواصل الاجتماعي، للاسف الشغل الشاغل هذه الفتره هي الاموال اللي قاعد يتعاقد بها نادي الشرطه. بالمناسبه هذه الاموال قل يعني قد شلون اوصل لك الصوره، هذه الاموال يعني شيء بسيط، لا قلت بشكل كبير، يعني قلت بشكل كبير عن الاموال اللي كانت متوفره ايام يعني ايام وجود الحاج عياد بن نيار في الوهله في المرحله الاولى. اي نعم. الان هي الاموال نفس الاموال التي كانت تاتينا احنا اداره عياد عبد الرحمن والاداره اللي سبقتنا اداره عياد عبد العباس، هذه الاموال نفس الاموال، لكن الفرق يعني الفرق انه هناك من يخطط. بالسابق ايضا خططنا، يعني فريق العام كان فريق مميز جدا الى اخر مباراه، وكان بامكانه ان يحصل على درع الدوري لو خسر الجويه وتغلب على الميناء، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذه الاستقطابات اردنا ان تكون استقطاباتنا مميزه هذا الموسم. اليوم يعني الاحتراف هو موجود بصوره عامه في الدوري العراقي، اللاعب يعني انا ما اريد يعني اظلم بعض اللاعبين او اتكلم عن اللاعبين، لكن الاحتراف هو موجود، لذلك على الانديه تقبل هذا الموضوع. اليوم خرجوا من نادي الشرطه لاعبين، هناك منهم من احترف خارج العراق، وهناك من ذهب ليغامر مرة أخرى مع الفرق المحلية الموجودة. لم نزعل، لم يكن لدينا حديث صاخب على هذا، يعني هذا اللاعب أو ذاك اللاعب اللي غادر ديار الشرطاوية. بالعكس تمنينا لهم التوفيق، وسوف نتمنى لهم أيضا في التوفيق في المستقبل. موضوع أموال نادي الشرطة، هي أموال نادي الشرطة معروف الجهة اللي داعمة، هناك بدل اشتراك من منتسبي وزارة الداخلية، وهذا البدل الاشتراك هو يخص الآن 6 أندية في وزارة الداخلية. هذه معلومة يمكن لربما أول مرة أذكرها، المال الموجود الآن يروح من يمن نادي الشرطة الأم، ويروح من نادي الحدود، ويروح من نادي الجنسية، ويروح من نادي الدفاع المدني. هذه الأندية كلها تستقطب من نفس المال. بالسابق كان هذا المال فقط كله إلى نادي الشرطة، يعني الآن هذه الأندية كلها مشمولة هي بالاستقطاعات، يعني كل نادي الجنسية منتسبين الجنسية يعطون للجنسية، ونادي الدفاع المدني أيضا للدفاع المدني، ونادي الحدود للحدود. فإذا المال ناهيك عن المناطق الساخنه الموجوده، يعني بها معارك لا تصل استقطاعاتها، فبالتالي هو نفس المال، يعني نفس المال، واقل هذا المال اقل بكثير، بنسبه كثيره جدا، لربما تصل حتى الى نسبه 40%. لكن هناك من يحاول ان يغمض عينيه ويترك العمل الاحترافي ليتمسك بالقشه الموجوده بالمال الموجود، وبالتالي يصعد على هذه القشه ويريد ان يعبر. اليوم الكثير يشيد بكم باستقطاب باكيتا هو ليس يعني المدرب اجنبي راح يتواجد بالعراق ويدرب، رغم الظروف رغم كل شيء انه الشرطه استقطبوا مدرب على هكذا مستوى، لكن بنفس الوقت يحسون او يتحدثون انه عمليه التعاقد مع اللاعبين بها مبالغه. استاذ تحسين اكو هاي مبالغه، يعني اليوم الجمهور، انت تعرف جمهور الشرطه، نعم. اليوم جمهور الشرطه هاي المبالغ اللي جبت بيها اللاعبين، انا متاكد والجمهور يجوز يوافقني الراي، لو تبني ملعبهم افضل من تحقق لهم دوري. بالمناسبه هذه مخالطه كبيره، الاموال التي تخصص الى دعم النشاط الرياضي لا تخصص الى البنى التحتيه، لا يمكن لنا ان نحرك دينار واحد او الف دينار نضيفه على المدينه الرياضيه، هذه الاموال فقط خصصت لدعم النشاط الرياضي، لم تخصص للبنى التحتية. فبالتالي قدمنا مقترح أول ومقترح ثاني، حاولنا أن ندعم بما متوفر لدينا إلى المدينة الرياضية، وتم رفض هذا الموضوع جملة وتفصيل، لأن النادي متعاقد، يعني المؤسسة متعاقدة مع شركة، وبالتالي النادي هو الطرف المستفيد، لا يمكن أن تخلط أموال النادي مع أموال المؤسسة، هذا موضوع على حدة وهذا موضوع على حدة، لا يمكن يعني بتاتا لا يمكن أن تستقطب أموال هذا النادي إلى وتضحن في البنى التحتية. هذا الموضوع ملعب الشرطة سيارة النور إن شاء الله عام 2018، يعني سوف ينطلق بداية عام 2018 سوف ينطلق العمل به، بعد ما وفر السيد معالي وزير الداخلية الأستاذ قاسم العرج وفر لنا مبلغ مقداره 12 مليار دينار عراقي، وهذا المبلغ مخصص لبناء الملعب على يعني على المرحلة الأولى، سوف نبني ملعب كرة القدم فقط، وبالتالي الملعب
الملعب إن شاء الله تعالى سوف ينطلق عام 2018. أعتقد ما خططنا له يعني كإدارة، خططنا تخطيط يعني قريب المدى وبعيد المدى. قريب المدى هو توفير العناصر الناجحة اللي تضعك على منصات التتويج، ليس فقط في كرة القدم بل بباقي الألعاب. بالمناسبة أستاذ نبيل، اليوم نادي الشرطة لديه 16 لعبة، وهذه اللعبات هي أشباه العمود الفقري الموجود الآن. دائما أنتم بالذات بالألعاب الفردية المراكز الأولى. نعم، ألعاب فردية وألعاب جماعية. لا يخفى على الشارع الرياضي أن الألعاب الفردية بدأت يعني تصل إلى مرحلة تنحضر، يعني هذه الألعاب هناك كثير من الأندية. اليوم أنا أريد أقول لك مثل، خلي أذكر أسماء وما أزعل من أحد. اليوم الطلبة شنو الألعاب الفردية اللي عنده والألعاب الجماعية باستثناء كرة القدم؟ وشنو الموجود عند القوى الجوية؟ وشنو الموجود عند الزوراء؟ ومن تجي تحاسبني عن ميزانيات وتقول انه نادي الشرطة ميزانيته كبيرة، راح اقول لك اخذ 16 فريق وخلي بيه سلة وطائرة ويد وصالات. الصالات اليوم وصلت مرحلة، يعني كرة الصالات وصلت الان تنافس في الآسيوية، يعني ترتيبنا عالي على مستوى المنتخب ومستوى الأندية، نحن وصيف آسيا. فبالتالي هذا الفريق يحتاج الى دعم كبير. يعني احنا الان في الصالات العراقية يوجد محترفين مصريين استاذ نبيل، وفي السلم موجود عندنا محترفين امريكيين، وموجود عندنا عراقيين مجنسين في امريكا، وموجود عندنا مدرب عراقي ايضا عايش في امريكا استقطبناه مره اخرى. هذا الموضوع كله راح يعيد الرياضه يعني في العراق. صرف اموال على عقود اللاعبين لكره القدم هو نفس حساب باقي الالعاب؟ لا اكو نسبه تفاوت، بس لا انا اقول لك يعني احنا نصف الميزانيه المخصصه لنادي الشرطه هي تذهب، يعني اقل من نصف الميزانيه او نصف الميزانيه تذهب الى فريق كره القدم، اي ما يعادل ميزانيه عاديه جدا جدا جدا. يعني من الممكن اذا تسمع انه ميزانيه نادي الشرطه راح تتكون من 4 الى 3.5 مليار دينار عراقي، ممكن الزوراء عنده هذا الرقم، ممكن الجويه عنده اكثر من هذا الرقم. استاذ حسين، لاعبين 3 لاعبين ومدرب مليارين ونص. المدرب قيمته 250 ألف دولار. يعني أنتوا عندكم؟ لا 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 لا. على عبد الزارة قيمته 400 مليون. وأيمن قيمته 400 مليون. وعلى مهاوي؟ وعلى 250 مليون. والمدرب؟ إذا هذول كلهم ما تجاوزوا المليار ونص. زين. شلون صاروا مليارين ونص؟ زين. ممكن. هاي. شلون صار؟ لا لا. شلون صاروا مليار؟ لا مو أنت أستاذ نبيل. أنت اليوم أنا راح أقول لك في الشغلة. باريس سان جيرمان استقطب نيمار. تمام، 220 مليون يورو. تمام، قل لي قيمة الفريق ايش قد يعني هسه اذا عنده باريس سان جيرمان 27 لاعب نضربهم على 220 مليون يورو، لو اكو لاعب مميز ولاعب حكيت لي بصراحة. اي لا مو دا اتكلم نيمار. لا انت نفس مستوى لاعبي. لا انا ما جاي اقارب لك مستوى، انا قاعد اقارب لك مبدا الاسعار. يعني انا جاي اقارب لك انه هذا اللاعب 27 لاعب باريس سان جيرمان الان موقعين نفس قيمة العقيد، لو هناك نسب تفاوت. لا اتكلم لي عن نسب التفاوت، لا تقيس لي اللاعب العراقي مع اللاعب. احنا 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 بلد العالم الثالث استاذ نبيل. تعرف احنا بلد العالم الثالث. اليوم شنو ولاء اللاعب؟ لكن هاي اللاعبين اللي اخذت هالعقود تستحقها؟ اي انت كتحسين بوجهة نظري يعني يستحق يعني 500 مليون ولا 400 مليون؟ ما عندنا لاعب 500 مليون. ال 400 مليون 300 مليون عندنا. لا عندنا لاعبين ب 400 مليون. ال 300 مليون هذا ما عندنا، يعني عندنا لاعب واحد 300 مليون، اما اللاعبين باقيين 150 و160. هاي قيمه اللاعبين. انت ممكن تجمع ل 10 لاعبين مليار ونص او اقل من هذا الرقم. يعني انا عندي لاعب موقع ب 100، وعندي لاعب موقع ب 80 مليون، وعندي لاعب موقع ب 110، وعندي لاعب موقع ب 120 وهو نجم العراق القادم ان شاء الله تعالى، والباحه وقع ب 120 مليون. هاي الارقام طبيعيه جدا، هذه الارقام طبيعيه. هناك لا يجب، يعني انت اليوم في في في, في منزلك انت في بيتك، من تجلس بيت عندك فتحاجات مميزه لربما تكون البلازما بسعر مميز يختلف عن سعر باقي الشيء، لربما تقمن القنفات اللي انت تجلس عليه يختلف عن مال الصاله. فهذا الموضوع طبيعي، انت يجب ان تكون لديك عناصر اساسيه للنجاح. عناصر الاساسيه للنجاح تتطلب اموال عاليه. خلاص اليوم باكيتا، هناك من قال انه الاتحاد العراقي وصل به الى مليون دولار، يعني قيمته مليون دولار ورفض، وبينما احنا جبناه بربع هذه القيمه. هذا تحسب للشرطه او تحسب ضد الشرطة؟ لا اكيد انا اول يعني ما ذكرت لك انه هذا الشيء يحسب للشيء. انا اريد ارجع لك النقطه مهمه. الاتحاد يعني المنتخب العراقي بعد ما خرج خال الوفاق وخرج خروج يعني مؤسف من تصفيات كاس العالم، اذا الخطوه القادمه شو نسوي؟ شنو المفروض نسوي؟
نخرب الدوري حتى يقوى عندنا منتخب؟ مستحيل. عليك أن تبني دوري قوي، دوري رصين قوي، عليك أن تبني هذا الدوري قوي. راح نتائج شنو؟ نتائج يوفر لك لاعبين بمستويات عالية. دوري بنفس اللاعبين لو اليوم احنا عندنا ثورة من اللاعبين. ليش يعني ليش بنفس اللاعبين؟ يعني هو الشباب. لا لا هو الكثير يقول نادي الشرطة ليش ما يرحلون من الشباب؟ ليش ماكو بالشباب؟ ليش أنا حسن يعني حسن مهند مين جاني؟ عبد العزيز مين جاني؟ مهدي كامل مين جاني؟ انتوا تعرفون. لا لاعبين الشباب، لاعبين الشباب. مهدي مهدي يوم مهند عفوا يوم امس جدد 3 سنوات اضافيه. هو لاعب منذ 4 سنوات، العام راح بمرحله راح على شكل اعاره لنادي الكهرباء من 14 مباراه عنده 12 هدف الولد. اي وبالتالي هو الان انضم. طبعا هو يعني هناك مشروع اعاره للاعب، لكن باكيتا اصر على تواجد هذا اللاعب مع الفريق وراهن على نجاح مهند. بالتالي انت تعمل لاسعاد جماهير. انا اليوم مو فريق انا فريق عادي وما عندي جمهور وما عندي، انا عندي جماهير تتحمل البرد وتتحمل الحر وتتحمل المصاريف من وتنفق من جيبها. هاي الامور كلها بالمقابل انت يجب ان تضع الجمهور نصب عينيك، ولا انت الجمهور تجيبه يدفع ويتعب ويعوف وقته ويعوف عائلته، واللي تخلى عن المدارس واللي يعوف الجامعه واللي يكون عنده قصور مع عائلته. بالتالي من يجي المدرج يستمتع فريق يشجعه منذ عام 1931. احنا ثاني فريق اسس بالرياضه العراقيه، نحن الاولمبيه، فمن غير الممكن ان نكون فريق هزيل، من غير الممكن ان نكون نخرج بصوره غير مشرفه. وبالتالي حينما ابتعد اياد بنيان بالفتره السابقه واجت الاداره اللي بعد اياد بنيان اصبح ثوره في الاعلام انه نادي الشرطه، على الرغم من نادي الشرطه 18 سنه ما اخذ دوري. نادي الشرطه ليش نزل؟ نادي الشرطه ليش راح مستوى نادي الشرطه؟ فلوس نادي الشرطه من رجعنا ووظبناها بالشكل الصحيح ايضا اصبحت هجمه علينا. الصرف والصرف والصرف. استاذ نبيل بالحقيقه يعني بالحقيقه انا اتمنى ان من بعض الاخوه يكونون حياديين في الطرح. انا قلت لك اليوم انت تعطيني ميزانيه نادي الزهراء، تعطيني ميزانيه نادي الجويه فقط على كره القدم، وتعطيني ميزانيه نادي الميناء، تعطيني يعني هاي الانديه نفط الوسط فقط على كره القدم، وانا ارانك انه راح اخلق فريق نفس الفريق الموجود عندي الان. انا رانك انه انا راح اخرج يعني. انا احد الاخوه في احد الانديه يقول كان من المفترض من نادي الشرطه قبل ان يذهب للتعاقد مع اللاعب الفلاني ان ياخذ رعينه. زين انا وين الاحتراف؟ هذا اجي يعني واقول لك انا راح اخذ فلان لاعب وانت تروح تتحرك بي قبلي؟ وانا وين اليه الاحتراف؟ وين الاحتراف؟ يوم بعد ما ينتهي الدوري مرحله استقطاب اللاعبين عليك ان تكون باسرع ما يمكن حتى انت تضمن انه عندك فريق محترم راح ينافس بشكل محترم. هو على المرأة ان يسعى وليس عليه ان يكون موفق. يعني احنا سعينا وسوينا فريق، لكن التوفيق والدرع الدوري والنتائج والكاس هاي كلها متروكه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. بالمناسبه لم يكن فكرنا محصور على درع الدوري ولن نفكر في كاس، اكثر ما نفكر الان في البطولات الخارجيه. يعني لدينا طموح من الان استاذ تحسين لكن بصراحه المخرج تحدث ويانا هذا هو الاحتراف اللي نتحدث به. انا من ما تحدثت من عدم مجيء الاستاذ اياد بنيان اعرف شنو اخلاق استاذ اياد بنيان، اعرف شنو طيبته، اعرف شنو هو انه رجال بكلمته، والدليل انه رغم مرضه الان متواجد خلف الكواليس وبالكنترول يم المخرج. بصراحة احنا نوهنا وقلنا بما انه انت مريض نتمنى لك الشفاء العاجل، ما ردنا انه تجي وتتعب نفسك لان نعرف انت رجل وصاحب كلمة، ويعني بصراحة نتمنى لك التوفيق. غيرك ضيوف بصراحة كنا من ننتقدهم او نتحدث عنهم هم مع الاسف كانوا نجوم، ومع الأسف نطلق عليهم نجوم، وإحنا من الإعلام من أنطيناهم أكبر من حجمهم، ما وصل بهم أنه يخابر أو يعتذر، لكن أنت قبل ساعة ونص اعتذرت وكان اعتذارك شديد اللهجة، وأنت شاهدتني أنا شلون كلامي وياك، لكن الآن أنت متواجد في قناة الديار وبالكنترول، نطلب من الزميل المخرج يطلع لنا بفاصل ونتمنى يكون تواجدك ويانا بالاستديو. مخرجنا نتمنى انه فاصل او تعيد لنا الاستطلاع مع المنتخب الناشئين، وبلكت نقدر نخلي الكابتن اياد بنيان يتواجد ويانا. ابقوا ويانا مشاهدينا الكرام.
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، لكن بصراحة يعجز الكلام عن هيك مواقف، يعني اضطر يتواجد رغم حالته الصحية حتى ما نحكي هواية. نتحدث ويا الكابتن اياد بنيان، حياك الله، وانا اشكر تواجدك ويا رب الشفاء العاجل. حياكم الله، انا ايواك صحية بصراحة مفاجأة، يعني ما بيك الا العافية، تقلبات الجو، لكن انت تعرف حب الجمهور والرياضيين، ما تقدمه يحتاج انه تظهر وتوضح لهم. انا بداية اقدم لك اعتذاري، لانه من فترة طويلة احنا متفقين على الموعد أكيد. وانا اعطيتك كلام وان شاء الله قدرت، يعني ان شاء الله لا تحسين بالخير والبركه، وما قصر تحسين الشباب الواعدين، يعني وانا شهدت به مجروحه، يعني الله يحفظك، يعني وهو خير وبركه، ويمكن بيانه افصح من بياني، يعني لا كان تلميذك ان شاء الله. لكن نستغل الوقت حجي اياد، اليوم الكثير يسال اين راح يكون ملعب الشرطه في الدوري؟ ملعب الشرطة هو ملعب الشعب، يعني وهذا اليوم تم الاتفاق به وتم توقيع العقد. اتصور يعني احنا بالنسبة للفرق الجماهيرية الى الان ثلاث فرق، يعني هم يعني احب اقول لك احنا والنادي الزوراء ونادي الطلبة، واتصور حسب ما تناهي الى سمعي انه بالنسبة للنادي القوى الجوية استأذنوا ان يعني يأهلون ملعبهم خلال اسبوع او اسبوعين، لانه يعني عندهم ملعب موجود ويقدرون يأهلوه. فبالنتيجه يعني الشيء الاكيد طبعا ملعبنا ملعب الشعب. احنا بالنسبه لنا فريقنا، يعني بصراحه سمعت انا بالكنترول حبيبي تحسين قال لك احنا نصب عنا الاستحقاق العربي او القاري الان غير محسوم، سمعت حتى على ابطال الامم راح تنافس. يعني احنا نحاول جهد الامكان، يعني هو يثار كثير من اللغط بهالخصوص، بس قبلها خلي اول مره اقول لك احنا فريقنا من مصلحتنا نلعب ملعب الشعب، يعني وجمهورنا وكذلك، ومدرب محترف، يعني مدرب عالمي تقدر تقول، وسمعته عريضه ومعروفه، صاحب انجازات، لذلك يعني عنده خيارات كثيره في ملعب الشعب، يعني فلذلك يعني بعد ما تساهلت بعض الوزاره، يعني بعض التفاصيل صار اتفاق انه كان الدكتور عديد، تحياتنا له، ورجل مخول وخلص، وكان اكو خط ساخن رغم الحاله الصحيه، كان اكو خط ساخن بيني وبينه. المهم يعني فضل انتم كلكم اليوم عائله واحده، الشرطه تعملون اعضاء هيئه اداريه أكيد. اداره اعلام، وهذا ما اذا تتوصلون الى احنا بسفينه واحده، والنجاح اذا نجحنا فكنا ناجحين، واذا لا سامح الله صار فشل راح ينسحب على الكل يعني. لكن انا سالت هذا السؤال التحسين، لكن هو لك اريد اساله. اليوم حب الجمهور لكم، ورغم انه صرحت ما كنت رئيس هيئه اداريه، لكن مره اخرى رشحت وفزت وبجداره. حب الجمهور، الاعضاء المتواجدين، ابناء النادي يعرفون من هو اياد بنيان. لكن عقود اللاعبين وهاي المبالغ، الكثير اليوم يحول عن الملعب. متى يتم انجاز الملعب؟ وانت تعرف انجاز الملعب يعني هذا حقق حجي اياد فشيل جماهير الشرطه بعد ما حد يحققه. اولا خلينا نفرز بين قضيتين، يعني احب انه جمهورنا يسمع وباقي الجماهير، يعني كل جماهير عزيز علينا، يعني حتى باقي الانديه وجمهور الرياضه بشكل عام يعني عزيز علينا، واحنا يعني من نعمل، يعني مهم ننجح. صحيح انا بالمكان اللي انجح به، لكن أكد لك احنا لسنا ناديويين، يعني احنا مو صنميين مع نادي الشرطة، لكن انا من حقي انجح وبالادوات المتوفرة عندي. احنا ترى يعني عقودنا يعني يثار فيها يعني كثير من اللغط، اقرأ واسمع، انا ما احب ارد، لكن مو مثل ما يصوروها، لكن احنا نضع الشيء في موضع. انطل اي نادي الان 7 مليار، وخلي بهاي 7 مليار يدير 19 فريق متفوق، عقود للسلة وعقود للطائرة وعقود لليد وعقود للجودة وعقود تايكواندو ورفع الأثقال وكمال الأجسام والصالات، فضلا عن فريق القدم، مصارعة حضر رومانية، يعني لو تكلمنا 19 منافسة الآن عندنا 4 فرق، عندنا 3 فرق نسائية، صارت 4 فرق نسائية. حجي عقود هاي الألعاب نفس هي عقود اللاعبين؟ لا هو بالمناسبة هسه اسأل أي واحد يقول له عقود السلة مثل عقود الطائرة، عقود الطائرة مثل عقود اليد، اكو مراتب، القدم اولا ثم السله، يعني هذه بها تراتبيه معروفه. لكن هو اللغط يثار انهم يعني نستقطب نجوم، يعني
هذا من حقنا، يعني احنا ما نستقطب النجم لذا يعني استقطاب لذاته فقط، وهم محترمين يعني، لكن نفس الوقت احنا عندنا اكو اماكن يعني داخل المستحقاقات وداخل المستطيل الاخضر اكو اماكن لازم تغطيها، وهذه رؤيه مدرب يعني. يعني على مهاوي على سبيل المثال يعني حتما انت من ذكرت يعني من ساليت كان بذهنك هذا الشيء، لانه اخر استقطاب كان او الاستقطاب قبل الاخير على مهاوي كان مطلب، انا قريت اليوم تعبير جميل، مطلب برازيلي يعني، باكيتا ملاحظه وشايف السيديات عنه، وبنفس الوقت احنا ما على مهاوي جاء للعراق وحاورنا واخذنا وكذا اطلاقا، احنا مع حفر الباطن يعني الباطن السعودي بالضبط بالضبط. بس إدارة الزهراء نوعا ما زعلانة عليه، ما هذه قضية احتراف يعني. يعني الآن أسألك سؤال، الآن إذا عندنا لاعب حر واستقطبوا إدارة الزهراء، يعني مثلا قبل 3 سنين عندما استقطبوا الزهراء 7 أشخاص من الشرطة، وأنا ما أعتقد طبعا إدارة الزهراء دار احترافية إطلاقا، يعني أنا وقعت مع علاء والتقيت وراء يومين بالكابتن فلاح وكذا، ولا أبدا ما انعكس عليه هذا الشيء، بالعكس تماما يعني. هذه دار هذا احتراف، أنت اللاعب الحر انطينا اي لاعب حر موجود مال الشرطه خليه يستقطب اي ناس سهم، لازم نزعل على ابوي يشبه لحاله. ما يحقنا لا ما يحقنا لا لا في لا انا جاي اصوغ النبي هو يقصد على انه اداره الزوراء زعلت لان ما صار اتصال من قبل اداره الشرطه انه راح يكون على مهاوي يمنا، رغم انه الولد متحرر يعني هو ما عنده ارتباط رسمي به، فهو من يقول على بايش بايش همينا متحرر لازم همينا نفسي، لذلك انا قلت له ما من حقنا نزعل، ما حد سمع مني تصريح. هم مو هم لاعب حر، شوف يقولون المحب يعتب، فاعتقد عتب شاكر الجبوري او اداره الزوره لان يعرفون شنو عمل حج اياد بن احترافي. ما سمعته هو عتب يعني، انت سامع انعكس عليك عتب؟ لا انا اقول لاخويا احد البرامج انا اقول لاخويا الاستاذ شاكر الجبوري ما سمعته يعني، اذا يعتب وهو قلتك المحب يعتب، المحب يعتب لا يعني يعرفون عمل اداره الشرطه شلون دلوقتي. لكن ماكو موجبات للعتب بصراحه. ليش؟ لاعب حر من حقه يعني، هو الان اذا ما يجي للشرطه مثلا ما راضي يروح للزهراء وما يجي للشرطه راح يروح لغير نادي، بالنتيجه هو ما يبقى هذا اللاعب، وبالنتيجه احنا ما ضاربين واحد على ايده، وحتى عقد على مهاوي يعني مثلا مو دول احنا استقطبناه بالعقد، الرجل اصلا ما حكى بالاموال ولا كذا، لكن يدري اكو ممكن قصة نجاح جديدة تكتب الآن في نادي الشرطة، أكو استقطابات جيدة هو معتقد بها يعني أنه يحقق معهم لقب، هذا من حق اللاعب أن بالسي في مالته يكون عنده لقب درع دوري أو استحقاق قاري ممكن أو عربي احنا ممكن نطمح له. لذلك هذا يعني بالنسبة أنا أشعر صحتي تحسنت من قلت أتحدث يعني. إن شاء الله يا رب. فمن حق اللاعب أيضا، كثير من اللاعبين جونا يقول لك لأن سمعت فلان استقطب وفلان استقطب وفلان استقطب. بالمناسبة بالمناسبة خلي ولو هي ممكن تكون معيبة، لكن إدارة الشرطة لم تبادر بمفاتحة لاعب، هناك لاعبين بادروا بمفاتحة إدارة الشرطة. هذه رسالة خدت تصل يعني أنا كثير كثير من اللي تحاول على سمعت إنه هم اتصلوا بالإدارة إنه نعم أنا هاي رسالة النجوم بصراحة رسالة أوصلها لبعض الأخوة يعني إنه إدارة الشرطة لم تفاتح بعض اللاعبين، بعض اللاعبين هم اللي فاتحوا إدارة الشرطة يعني إحنا ما نضرب تخت رمل نعم ولا شامي قف أيدينا مثل ما يقولون ونعرف انه وحتى ما ادري انه اخر مباراتين ملاعب يعني على مهاوي يريد يرتب خروجه من حفر الباطن كذا، لكن بالنتيجه سمعنا وتعاملنا باحترافيه كبيره يعني، وقبل ما يخلص اللاعب من نادي مالته السعودي احنا كنا بتواصل مع الوكيل الاعمال وطريقه احترافيه بحته. انا سألت حسين حتى ترتاح اليوم منور والله انا بالقاعد وسعيد من الاكتفاء بغيره خصوصا غير هذا الحبيب سبب تواجدكم بصراحه يعني انا بين النجوم اثنين مثل استاذ اياد واستاذ تحسين انا اشكركم واشكر تواجدكم. استاذ تحسين ايجار الملاعب هل يحق للوزاره انه تكون ايرادات او الفلوس مال الجماهير تكون للوزاره ام هي للنادي اللي اجر الملعب؟ لا هو وشلون اتفقت ويا لا هو العقد شريعه المتعاقدين، وزاره الشباب ممكن ان تاخذ عليك مبلغ وتتنازل عن البطاقه، وممكن انه انت تاخذ عليك اقل من هذا المبلغ وتعطي البطاقه، فهي عمليه اشبه يعني بعمليه بيع وشراء وتعاقد بين الطرفين، يعجبك انت تروح بالطرف الاول تطلب المبلغ اللي هم طالبيه تاخذ البطاقه، يعجبك انت تطلب البطاقه واقل من هذه القيمه ينتهي الموضوع. انا اشوف انا ما اريد اكون يعني اذا اتكلم واقول خلاص انه هو اتفاق كان
منصف او شوي يعني فوق يعني بشويه غيظ اي، لكن طبيعه الحال هذا عقد شريعه المتعاقدين من غير ممكن انه ممكن انه لان عقود اليوم اللاعبين 200 و300 الوزاره قامت تطلب هاي المبالغ، وهو هذا تابع لل يعني للشعب، ملك الشعب. يعني اذا الوزاره والماليه تطالب بهذا الاموال احنا يعني سبق من حقها، لو هذا اصلا من حق الشعب الملاعب حجي. سؤال تحسين ها احنا سبق والله يحفظك. احنا سبق والتقينا بالسيد عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضه، وابلغنا انه هذا العام هو عام ايضا يختلف حتى على قديم ملعب الشعب، يعني هناك شركه مستقطبه لاعاده تاهيل ملعب الشعب الارضيه، فبالتالي هذه الشركه راح تطلب مبالغ وتطلب ارقام غير ممكن ان يكيفوها على ميزانيه الوزاره، بل يعني كانت الرؤيه ان الملاعب الناس اللي تجي الانديه اللي تجي تريد تاخذ هذه الملاعب هي راح تتكفل بهذا الموضوع، لكن احنا ما راح ندفع للشركه، راح ندفع للوزاره، والوزاره راح تعكس القيود هذه الماليه وتحولها الى الشركه. انا احب اكو سؤال كان لك، انا ما تعمدت القفز عليه لكن اخذنا الكلام وتشعب الحديث خصوص الملعب الشرطه. هو راجع لك لا انا ارجع لك لان اسئله الجمهور كلها على ملعب الشرطه. وبخصوص التعاقدات اسمع عن الكثير منه يقول لك بدل ما يتعاقدون خلي يبنوا الملعب، هذا حكي مو اداري ولا يعني بصراحه هذه حقول ما من حقك انت، استحقاق يعني استحقاقات لاعبين وتخصيصات للاعبين وفرق عنده كذا تقول اجمدها او اخذها للملعب كذا، خصوصا اذا ما عرفنا انه اكو 12 مليار مرصوده بالميزانيه يعني استحصلها خصصت يعني من قبل مجلس الوزراء بعد تقديم طلب من قبل سيد وزير الداخليه تمام استاذ قاسم العرجي، فاكو 12 مليار وعلى الميزانيه وانا موعودين بها من بدايه العام المقبل انه تستلم هالشركه، وانا اتصور عندما تستلم هذه الشركه هذه المبالغ راح نكون خلال 6 أشهر عندنا ملعب اول، الملعب مالتنا اللي نطمح ان نكون يضم فريقنا وممكن ان تستفيد منه فرق اخرى اضافه الى ملعب التدريب. يعني الموسم المقبل او موسم 2018 يكون ملعب القيثاره جاهز؟ احنا هو راح يشرع العمل به ان شاء الله على ما مخطط له بالضبط. يعني والقضيه متعلقه احنا اساسا هو مدينه رياضيه، كانت الامور ماشيه والاساسات انتهوا منها، لكن مساله التقشف ودخول داعش وهبوط اسعار النفط وقرار مجلس رئاسه الوزراء بانه ايقاف العمل، يعني القضيه ما متعلقه بنادي الشرطه اطلاقا، لذلك مساله العقود ومساله استحقاقات اللاعبين احنا بالنتيجه نادي، وانت يعني بصراحه اقول لك يعني المفروض الجمهور يفرح لانه قيمة منتخبك الوطني من قيمة الدوري والمنافسة بالدوري وكذا، أعطني دوري قوي أعطيك منتخب قوي، لأنه ارجع بذاكرتك واستفز ذاكرتك الفترات اللي بيها دوري بمنافسة وقوي وكذا، ودوري مو دوري مجاميع بصراحة، لكن احنا ظروفنا بعد نحتكملها يعني هم معذورين الاتحاد حتى أكون منطقي، لأنه مسألة البلد ومضغوطين بالفترة المقبل لازم بالخامس نهاية الخامس باعتبار كأس العالم، فصعب احنا دورينا يمتد يعني مناسبات كثيره. على كل ترجع لذاكرتك بنشوف دوري قوي تتذكر راح تشوف منتخبات عندك قويه. زين شلون شوف عمل الاتحاد وياكم؟ الى الان احنا بالعكس احنا يعني انا شخصيا هذه الدوره الجديده وهذه الاداره الجديده ما عندنا احتكاك سلبي والعياذ بالله، ونسمع منهم كل خير ومتواصل مع الكل بالتليفون. سقف زمني ورادة ويضعون للاعب 150 مليون سقف مادي. سقف مادي انا بصراحه ضد هاي المساله، لانه انا اعتبر خلق بيئه طارده للاعبين، يعني هسه على سبيل المثال يعني مثلا على عبد الزهرة جاء عقد بالسعوديه 250,000 دولار يعني مثلا او 300,000 دولار عفوا 300,000 دولار، يعني معقوله واحد يروح مكان يخصصوا له بيت وسياره ودوري اقوى من دورينا؟ خلينا نكون واقعيين يعني، وبنجوميه وبتاثيرات اخرى ويجي يلعب ب 150 يعني 120,000 دولار، يعني ماكو واحد يبدل اليوم الدينار بدرهم، يعني على اي اساس؟ يعني انتم اليوم كسبتوا اللاعب. طبعا احنا هذا احنا بالنسبه لنا انا اقول يعني هذه تحديد هذا السقف يعني كان بالامكان تحديد سقف المالي لكن مو بهذه الطريقه، مثلنا مثل باقي العالم يعني هسه بالامارات بالسعوديه اكو تحديد حددوا، ومع انه يعتبر غير قانوني لانه العقد هو بين اللاعب والسلمان، لكن شلون التحديد؟ يعني مثلا يخلي لك اربعه ليفل عالي مثلا اربعه خلوه بالامارات 700,000 او 800 حكي سته
ستة لفر عادي قيمة اللاعب 820 ألف درهم، ما يعادل 600 لا ما يعادل 700 دولار، 820 ألف درهم يصير 200 ألف دولار حوالي وكسور. ثلاثة مليون درهم. أحسن. 3 مليون درهم. 3 و200 حتى يقولون يختلفون بنات المجلسون. 3 و200 ألف درهم، 3 ملايين و200 ألف درهم، إذا تجي تقسمها راح تطلع 864 ألف دولار، ما يعادل اللاعب المحترف الأجنبي. كم لاعب؟ ستة. والستة الثانية؟ ستة الأقل من الأولمبي فمادون، والستة الثالثة الشباب فمادون والمتأهلين. للتحديد المتأهلين يعني هناك 6 لاعبين. أما أنت تخلي لاعب احتياط بمستوى مثل أيمن، بمستوى مثلا بايش، بمستوى حمادي، بمستوى على عبد الزهرة، على مستوى مهند، يعني حتى مهند الشاب الصغير والكذا، هذا عنده سقف معين في الإمارات بالاتحاد الإمارات. زين حجي، اليوم يقولون شنو الضير من وجود أكثر من لاعب بمركز يعني مثل علاء مهاوي؟ نعم. اليوم المركز الايمن وليد سالم، علاء مهاوي، هذا اذا كان شخص مو فني، اذا كان هو مساك يعني بدا علاء يلعب اكثر من مركز علاء مهاوي، لكن هو احنا ننقل لك تساؤلات الجماهير اليوم، يعني الجمهور يسال الناس المختصه يقولون ممكن دا يكدس اللاعبين والنجوم للشرطه على مود النتائج وبقيه الفرق تفرغ من هاي اللاعب. احنا من يصير امامنا لاعب متميز وكذا بصراحه ويقدر يقدم نستقطبه اذا نقدر نستقطبه. والله انا احتب على مدير ريال مدريد جايب بنزيما ورونالدو ويسكو كلهم يسمونك هذا اليوم. لا يا اخي كمل الموضوع على نيمار. فني هاي احنا الان علينا ان نطور الان بعد ما ضوع لي جاي، انا لازم اضوع لي غاد، لازم اروح لبعيد حتى اوصل. انا اذا ابقى بهذا التحديد راح اروح مكاني، راح تبقى الكره العراقيه مكاني. من 86 انا ما صعد كاس العالم. أطاء اللاعب يختلف، يعني على سبيل المثال يعني مثلا لو كان تحسين الياسر، ما بدي اجيب اسماء لاعبين، تحسين الياسري دفاع يمين واحد جوتشي ولاعب منتخب كذا، تستفزه بتجيب له لاعب اخر يعني كان بسينما الناس تجيب له صاد ناس بمستوى تروح المنافسه بين الفريق. بالضبط، اثاره روح المنافسه والعطاء، خصوصا اذا ما عرفنا انه مدربنا ما يعرف الاسماء، ما يتعامل مع الاسماء، يتعامل مع العطاء. المدرب المحترف الحقيقي يتعامل مع العطاء يعني، وهذا مشهود له، عندنا تجربه مع اكثر من مدرب محترف، لاعب منتخب يمكن يقعد على الخط ونقول له هذا لاعب منتخب، يقول انا ما لاعب منتخب بالمنتخب، انا خلي يقدمني حتى تكلمنا يا بالجلسه، هذا يرفع من جاهزيه اللاعب. حجي اذا تذكر تكلمنا بجلسه الجادريه بالليل، فقلنا احنا هذا فلان لاعب منتخب، هو ضحك قال هاي الفكره انتم تفكرون بها، انا افكر لاعب عنده عطاء. زين ممكن تعطون باكيت اعاره للمنتخب من يخلص الدوري؟ طلب طبعا احنا بالمناسبه الوطن فوق كل شيء، يعني مو نتبجح بوطنيات وكذا، يعني سؤال مفاجئ، بس انا بالنسبه لي شخصيا ما اجد غضاضه ولا اجد ضير، لانه بالنتيجه ينعكس على كرتنا. حسين يقول من يخلص الدوري يلا ما نلتقي. لا للطرفه وما ماكو احنا استحقاق يعني للوطن. تحسب لنادي الشرطه بقدوم باكيت مدرب اجنبي، مدرب راح يدخل بالعراق رغم الظروف رغم كل شيء، هاي خطوه تحسب لنادي الشرطه. والمنتخب سعر جيد يعني متواضع، ما 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 مبالغين به ولا كذا، تقريبا مثل المدربين العراقيين. لا ارخص. لا كل لا لا ارخص. ارخص هي اكو مدربين قيمتهم 350. ما يصير تحكم. لا ما راح اذكرها. شوف مو هسه انا ذكرت له، يعني نوبات توصل لنا اخبار انه 3 لاعبين ومدرب 2.5 مليار نادي الشرطه، لكن هسه هو وضح للجمهور قال ماكو هيك كلام. طبعا ما قال فلان لاعب هلقد، فلان لاعب هلقد، المدرب صح قال كثير، لكن صوت الغمز الحمد لله، صوت الغمز يا حمد لك يتعاقد لو ميسي لو استاذ نبيل. انا اريد اوصل رساله، انا اتحدى نادي بالعراق الان، بالعراق جهز ناديه ب 600 رياضي. انا الان الرياضيين اللي عندي عندي 600 رياضي، 600 رياضي، بحيث من جهزت الفريق الان، انا بطور التجهيز مع شركه نايك، من جهزت 600 رياضي. 600 رياضي مو اداريين، كانت 9 كله بال 7 مليار. هذا الحكي انت خذ هيك اداره، ما اتحدث عن نفسي لان هذا قضيه متعلقه بالاداره ككل، لانه العمليه نديرها كلنا.
انه تتحكم ب7 مليار حاليا هي استحقاقاتنا اللي انا قبل ما اقولها، بس حتى لانه من كثر ما يثار من لغط اكو انديه اليوم عندها 10 مليار وكنت 8 مليار وتنادي واحد ما عدا هيك لاعبين، لا احنا 18 منتخب وطني عندنا، يعني الان اذا استحقاق اكو اسيوي او عربي لكره اليد ايش تتصور من راح يمثل العراق؟ الشرطه عندنا شرطه كلنا 7 من المنتخب الوطني باليد، بس كرخمينا فريق قوي على راسي على راسي ما مختلف ما مختلف انا انا ثالث سنه على التوالي احصد اليد ما مختلف احصد دوري اليد السله اذا شو اسمه نصف المنتخب الوطني اذا الشرطه الطائره كذلك اساسا احنا سوى اضافاتنا حتى العراقيين المجنسين في الخارج بالسله وجبناهم ضفناهم بالفريق، الان هؤلاء لاعبين السله اصبحوا مطلب للاتحاد السله راح ينضمون للمنتخب الوطني. بالتالي راح نرفع شين السله، احنا لاعبيننا محمد صلاح الان هو تقريبا مجهود عن شانها رفيع، يعني خلينا نكون واقعيين هم الاتحاد السله لا هم مقدرين معجزين يعني جاهزيه يعني بصراحه اضافات هذا الحراس مثل ما اليوم استقطبت باكيتا لكره القدم يعني هذا انا اتصور كذلك يمكن نادي الطلبه هو مو توهين بالمدرب العراقي بصراحه اقول لك اياها لكن شوف هسه احنا مثلا استقطبنا باكيتا لكن باع الكادر مالنا استاذ سعد حفظ الكابتن احمد صلاح الشاب احمد صلاح احسنت نور عبد الزيد الاستاذ نوري عبد الزيد الغايه من تواجد استاذ سعد حفظ احنا بالنتيجه باكيتا هو مدرب ومحترف وفكره عالي الاستاذ سعد حافظ معروف يعني كان المحلل الاول بالاسم اضافه له رجل مدرب يعني محترف وكان في قطر مدرب حتما هذا التلاقح راح يعني يصير توازن انه لانه راح يستفيد من خبره سعد حافظ بمعرفه اللاعبين وممكن حتى بالاستشاره وجاهزيه اللاعبين ممكن هذا اللاعب يلعب بدون ان يدخل لك يعني مترجم بيناتهم لانه حتى سعد حافظ يجيد اللغه الانجليزيه وباكيتا وهذا الامور كلها راح اكو لاعبين عندهم يعني مثلا قد ما يكتشف بسرعه انه هذا يلعب باكثر مركز يمتلك فلان مهاره نقطه ضعفه كذا نقطه قوته كذا هذا ممكن يساعد هذا ممكن بالضبط كلنا نتذكر تحليل الراقي اللي كان استاذ سعد حافظ العراقي للدوري فهذا من جهه، من جهه اخرى فكر باكيتا راح ينعكس على مع حفظ الالقاب على سعد حافظ وعلى احمد صلاح على عبد الزيد وهذا بالنتيجه يعني احنا الكاسبين بالحالتين بالتاكيد. استاذ تحسين ايش يحتاج اليوم نادي الشرطه؟ اكيد نادي الشرطه يحتاج اول واخير دعم جماهيره لان احنا اكيد يعني خلقنا او سوف نخلق لهم ما نستطيع يعني ما يتيسر لنا ليسعدهم فبالتالي محتاجين دعمهم ومحتاجين ايضا نرسم الفرحه على محياهم يعني غابت الفرحه من سنين. كان عندي لقاء ويا الوزير قبل حلقه وسالت على انتخابات الشرطه والميناء قال احنا اي نادي وزير الشباب وزير الشباب والرياضه تحياتنا له هو الوزير يروح ذهننا الوزير وزير الداخليه تحياتنا له السيد الوزير عبد الحسين عبطان قال احنا نعترف بهاي الانتخابات اي انتخابات تجري نعترف بها لانه قام 18 والقانون لان على قانون 18 والادارات التي تستند شرعيتها من او وجودها من قانون 18 هي اداره شرعيه دليل انه الحضور الاولمبيه وهي المعني الاول والاخير ومباركه الشباب هذا ما حصل معنا وزاره الشباب وتهنئه الطرف الداعم اللي هي وزاره كل الحلقات مستكمله وزاره الداخليه اقصد. مخرجنا ممكن تحضر لنا الاتصال ويا رئيس الاتحاد اذا امكن؟ زين ليش بقيت الانديه ما تسوي انتخابات حجي برايك؟ هل هي مصالح سياسيه مثل ما تحدث بها الوزير انه امور سياسيه ليش قبل دورتين رشحوا للانتخابات وصارت انتخابات، ليش هسه توقف انه ماكو انتخابات؟ والله هذه يعني انت ما تعتب على انديه فقط بهيك حاله، المفروض اكو قوانين ملزمه وقوانين داعمه بنفس الوقت يعني، احنا مشكلتنا بالقوانين يعني بس لانه مساله نادي الشرطه لانه تعرف الدهليز والنفق المظلم اللي دخل به من اكثر من 3 سنوات وما نريد نشتري الماضي اللي صار كله نعرفه وكذا، فلذلك يعني لان هذا نادي معطاء وهذا نادي يمثل رياضه العراق والخلل والعطب اذا يصيب نادي الشرطه ينعكس مباشره على رياضه العراق، من انت تكون ذكرنا لك 18 فريق رافد للمنتخب الوطني تلقى هذا الفريق 600 رياضي 600 رياضي بي
اذا فلا اضافه الى كون الرياضيين ذول ممثلين بالمنتخبات الوطنيه. انا اتكلم عن 600 رياضي جاهز، يعني انا ما اتكلم عن الناشئين والاشبال والشباب بالضبط. يعني اذا ذول اضعافهم تضاعف يعني قلعه بصراحه. هذا الشيء جهز الاتصال ويا رئيس الاتحاد، حياك الله استاذ عبد الخالق. أنا أشكرك وأشكر هاي المداخلة، لكن متواجد ويانا الآن الأستاذ أياد بنيان والأستاذ تحسين الجاسري في برنامج المشهد الرياضي، لكن قبل كل شيء نقول لك الحمد لله على السلامة تواجدك ببغداد. كثير من المغرضين قالوا بعد ملا عبد الخالق ما يصل أو ما يتواجد ببغداد، لكن احنا نعرف أنت تعمل من أجل العراق بكل شيء. تحياتنا لك. تحياتنا لك. حتى نستغل الوقت ملا، ممكن تتحدث لنا عن مباراة العراق وكينيا بالبصرة، آخر المستجدات لهذه المباراة، اللاعبين اللي راح يصلون المباراة، شو وقت ساعة بيش النقل التلفزيوني راح يكون متواجد أو لا، حتى ما نأخذ من وقتك. وصلوا الى البصرة ومستعدين لإجراء هذه المباراة، لأنه قاعدة نستغل أيام الخيبة حتى التصنيف يصعد. مثل تعرفون الآن تصنيف المنتخب العراقي من 123 رجع إلى 88 بسبب إجراء المباريات ومن أيام خيبة. أها زين، لاعبين جستن ميرام أحمد ياسين راح يكونون متواجدين بهاي المباراة؟ اللاعبين جستن ميرام احمد ياسين راح يكونون متواجدين بهاي المباراه؟ نعم جستن ميرام، بروى نوري، علي عدنان، احمد ياسين، جميع اللاعبين الان متواجدين بالمباراه. اها زين، ممكن سؤال اخر، متى يكون موعد انطلاق الدوري؟ الجمهور لا زال يتساءل عن موعد انطلاق الدوري. راح تكون صادف في يوم ال صادف 40 الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، اعتقد بعد هذا الاسبوع تنطلق الدوري. انا اشكرك واشكر تواجدك، ما اريد نطول عليك، لكن العراق مثل ما قلت ملك للجميل، ملك لعبد الخالق مسعود، وملك للوزير، وملك للكل، ولنضج من هذا الكلام. انت ما دام تعمل من اجل العراق، لكن بالاخير سؤال بسيط، الكثير يسال لا زال عبد الخالق مسعود ما يعرفون انه هو صوت للاستفتاء ما صوت للاستفتاء، هاي الكثير يسالون عنها. شان شخص تحياتنا لك، وانا اشكرك واشكر مداخلتك. شكرا للرئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، اكيد ذكرنا انه مباراتنا راح تكون يوم الخميس، تواجد جميع لاعبي المنتخب الوطني، بروى نوري، احمد ياسين، جستن ميرام، بالاضافه المباراه راح تكون الساعه 7:30. الدوري راح يكون يوم 17 بالشهر 17/11 ان شاء الله. معسكر القيصر مستعدين. احنا مستعدين بدايه، احنا ما سمعنا بالنسبه لنا صح، حتما نقدم لكم تحيه لكم صاحب الله، احنا من باب التحيه بتحيه والحب بحب اكبر ان شاء الله، وكلماتك جميله، كنا ابناء هذا الوطن ان شاء الله. بالنسبه للدوري احنا مستعدين له، يوم 9/10 راح يكون المعسكر في انتاليا، والعوده 28 او 29، وان شاء الله يعني بعد، لانه انا اعرف كان المفروض يبدي 15 بس الظاهر 15 على مود الاربعينيه الامام الحسين، فان شاء الله بعد احنا مثل ما يقول، قال لك الاستاذ تحسين الانسان يعني احنا قدمنا الاسباب، التوفيق من الله، انا كنت بالكواليس تسمع الحديث، التوفيق من الله ان شاء الله، واحنا نصب عنا يعني الدوري وبطوله الكاس، وعندنا استحقاق عربي او قاري راح يتحدد، يعني اذا اللي يخليهم نصب عيننا، وباذن الله التوفيق من الله. بالتوفيق. استاذ تحسين انا اشكرك واشكر تواجدك اللي بصراحه ما قصرت، لكن رساله اخيره.
من تحسين الياس. والله اتمنى يعني من الاقلام اللي تكتب ان تضع ضميرها قبل يعني قبل الحبر، يعني قبل من يمسك الورقه يخلي ضمير على الورقه وبعدين يمسك الحبر يعني يكتب به، لان اليوم مبدا التسقيط ومبدا النجاح والتشهير هذه الامور كلها تابعه للضمير. انا الانسان اليوم اذا اريد ارفعه بعمله، واذا اريد اسقطه بضميري. فانا اعتقد انه على الرغم انه انا الكلام مع احترامي للجميع، هو عندي مو اكثر من زوعه في فنجان هذا الكلام اللي ينطلق، اعمل بضمير، اعمل لخدمه العراق اولا قبل يعني الناديويه. احنا عندنا اعتقد الحاج عياد بن ايان عرج على موضوع انه احنا كنا في سفينه واحده، وهذه السفينه يعني وين ما راح ترسي راح نعلن نتائجها ان شاء الله، سواء كنا يعني مجتهدين وحصلنا ثمارنا او لا سامح الله خاب سعينا. فبالتالي احنا راح نتحمل مسؤوليه عملنا، وانا عن نفسي يعني انا اتحمل مسؤوليه عملي ان شاء الله في الفتره القادمه. بالتوفيق لك، وطبعا انا اتمنى الشفاء العاجل لابنك يا رب ان شاء الله، ويستاهل الدعوات، وانت انسان خلوق، ويا رب التوفيق اينما تكون تحسين. شكرا لك حجي. اكو بعد الصفقه لو خلاص؟ لا انا مخلصين. خلصت معك ماكو صفقه؟ لا هو احنا يعني الان الصور يمكن 26 لاعب، هذا شيء طبيعي، اغلب الفرق تراوح عدد. مرتاح مستقر؟ اكيد الانسان يعني من يكمل، واللي احنا هذا اللي نذر له اللي علينا سويناه، يعني بقت القضيه برسم المدرب والقضيه الفنيه، وتبقى طبعا الاداره يعني اكيد متواصله، هذه حلقات مرتدره، الاداره والكادر التدريبي واللاعبين والجمهور اكيد من ضمن والجمهور، هذه كلها حلقات مترابطه، ومن يصير خلل بمكان يصير خلل بالكل. ان شاء الله احنا منسجمين مع بعض و بإذن الله. يعني سماع عرفنا من خلال المشهد الرياضي الحلقة أنه ملعبكم هو الشعب، ملعبنا الشعب، الملعب الشعب هو راح يكون ملعب نادي الشرطة بالموسم المقبل، وملعب الشرطة راح يتم العمل به ب 2018 بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق. انا ما اعرف بصراحه شلون اشكرك على هذا تواجدك، رغم انه تحسين كفى، لكن بعدني اطلبك حلقه انا وياك. ها، وانا اشكرك واشكر تواجدك. ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك جله لا يترك كله، او بالعكس ما لا يدرك كله لا يترك جله. انا يعني مره ثانيه اعتذر عن عدم حضوري، تواجدك كافي حجي، وكنت ناوي معه بس ما شفت نفسي الحمد لله شويه، الحمد لله يعني استعديت عافيتي. بعدك شباب يا حبيبي انت، الله يوفقك ان شاء الله ويعطيك طولة العمر. الله بالتوفيق يا حبيبي. اشكرك، انا اشكرك استاذ تحسين. مشاهدينا الكرام، هذا ما شاهدناه باداره القيثاره، شاهدنا الحب، شاهدنا التفاؤل، شاهدنا المصداقية. نتمنى كل الإدارات اليوم هيك تتواجد، هيك تكون عندها روح، هيك تتصرف مع الإعلام، مع اللاعبين، مع الشارع الرياضي. ما أعتقد سؤال طرحتوه ما سألناه من كان متواجد تحسين ومن تواجد الحجي أياد بن أيان. طبعا احنا نتحدث نقول الحجي من كثر حبنا إلى نقول الحجي أياد بن أيان. لكن نتمنى إدارة الزوراء، إدارة الشرطة، يعني إدارة الجوية بصراحة هيك تتعامل، يعني مو اليوم الشخص من تبلغه وتقول له انه انا اريدك ضيف قبل ساعة من يعتذر حتى ما يدز لك رسالة او ما يخابرك، لكن هذا نموذج للاحتراف ونموذج للاشخاص اللي ما عندهم بصراحة كلمة. شوفوا اليوم حجي اياد بن ايان شلون ثبت، رغم هو يمر بوعكة صحية لكن تواجد، واحنا نشكره ونشكر تواجده ونشكر كل ضيوف المشهد الرياضي ونشكر متابعينا الكرام. الى هنا تنتهي حلقة المشهد الرياضي، نتمنى ان وفقنا معكم، الى اللقاء في حلقات اخرى.